اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الايام الفضائية وبرنامج ويا احبابنا. عودناكم مشاهدينا الاعزاء كل حلقة تكون مميزة في مكان معين من العاصمة الحبيبة. اليوم احنا طبعا في جامع ومرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني. تعالوا انا مشاهدينا الاعزاء خلينا نشوف ناسنا واحبابنا الطيبين اللي راح نلتقي وياهم، وخلينا نشوف هاي الحلقة ان شاء الله تكون عند حسن ظن المشاهدين. واهلا وسهلا بكم وياكم ماجد ياسين. بعد الفاصل راح نواصل. مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج طبعا ويا أحبابنا، وما زلنا في جامع ومرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني. أولا نلتقي بالأخ العزيز. أهلا وسهلا. شو الاسم؟ بخير. مراد نصر الدين. أهلا مراد نصر الدين. من يا أبو كان مراد؟ والله من كركوك. من كركوك طبعا. شوف ما شاء الله طبعا يجون من كل محافظات العراق وأيضا من كل بلدان العالم. اليوم هنا ما شاء الله العوائل الناس الطيبة اللي قاعد يشاهدونها أيضا من كركوك. أنت من جيت من كركوك؟ والله ويا عائلتي. ويا عائلتك. جيت الصبح العصر دور. والله الصبح جينا هنا اليوم. ومكان كلش حلو الحمد لله. ودائما تجون هنا بهذا المكان؟ اي نعم اي والله. وشنو الطقوس اللي تسوونها؟ والله يعني نجي على الجوامع على المراقد. على المراقد الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. اي اجواء حلوة. اجواء حلوة وازدحامها. اي كلش حلو. نعم نعم نعم. هاي ابنك الله يخليه. اي والله ابني. شو اسمه نواتي؟ محمد. شو اسمه؟ محمد. محمد محمد شلوني باشي بخير به؟ حبيبي بالمدرسة محمد؟ اي نعم بالمدرسة. وين بأسف؟ والله بالسادس. بالسادس. هاي آه كبير؟ هاي كبير. عندك بعد أولاد؟ عبد الله وعندي إبراهيم. عبد الله وإبراهيم. أيوة وجيت أنت والأهل كلهم؟ اي والله أهل جايبين. أيوة. وتباتون هنا ببغداد؟ اي والله ببغداد. الحمد لله الحمد أيوة لله. وكل هناك شنو شغلك بالكركوك؟ والله أنا موظف. موظف وين بأي دارة؟ نفط الشمال. موظف نفط الشمال. تحياتنا طبعا الى نفط الشمال كردستان العراق على راسنا ان شاء الله. ونقول لهم قناه الايام الفضائيه تقول لكم يا رب ان شاء الله صحه وسلامه وتحقيق كل الامنيات. وايضا اليوم الاجواء اللي موجوده عندكم بكركوك حلو. هنا هنا هم حر عندكم؟ اي والله حر. حر مو حر. نفس الشيء يعني ما نفس الشيء. لا والله اي والله درجه حراره نفس الشيء. نفس الشيء يعني استاذ مراد يقول درجة الحرارة بكركوك نفس الشيء مثل ما هنا هناك نفس الشيء يعني ما شاء الله. زين استاذ مراد انت اللي موجودين هنا. نعم موجودين. كل شهر شهرين 20 يوم يجون لو في المناسب. اسبوع اسبوع نبقى او تجون هناك. اي والله ومنا سلام للكركوك. طبعا اذا تتوجه رساله توجه للسلام اصدقائك. وين بكركوك يا ابو كان؟ والله كل مكان عندي اصدقاء. لا لا بس انت المكان خصوصا الموظفين وياي. اي أيوة والله. لا بيتك بكركوك يا الان يا مراز دوميس. ما شاء الله مراز دوميس. أيوة طبعا تحياتنا لاخونا وحبيبنا استاذ مراد. واليوم هو طبعا بجامع والشيخ. حبيت انا اتلاقى وياكم وقناتكم الكريمه. الله يسلمك نتشرف. اي والله تشرف بي. الله يسلمك. الله يخليك. واحنا ايضا من قناه الايام الفضائيه ننقل تحياتنا وسلامنا لك وللعائله الكريمه ولكل كركوك ولكل محافظاتنا وايضا كردستان العراق على راسنا ونتشرف. الله يسلمك حبيبي. انت مدرستك وين؟ شو اسمها؟ هي مدرسه الابسه. زين قول لهم قول لهم للمدرسه قول لهم سلم على اصدقائك. شو اسم اصدقائك؟ اصدقائك اصدقاء بالمدرسه من وين؟ من امه؟ مصطفى. مصطفى مصطفى سلام عليكم. شو اسمها مدرسه؟ مدرسه ابسه. أبس طبعا انا اشوف هناك تشوفهم حتى يشوفونك بالمدرسه ويسلمون عليك اصدقائك. وان شاء الله اليوم تتخرج ان شاء الله. ومن تكبر شو تصير؟ تصير دكتور؟ تصير محامي؟ مهندس؟ شو تصير؟ دكتور. دكتور دكتور كل شيء. هذا ابني الثاني. هاي شو اسمك انت؟ عبد الله. عبد الله تعال. عبد الله بالمدرسه؟ بالمدرسه يقول. اي نعم. شو اسمه؟ عين عين على الكاميرا على مود يشوفوك. طبعا هاي عبد الله. عبد الله موجود هنا ويانا ايضا مدرسه. شو اسم المدرسه؟
الأحرار. الأحرار طبعا تحياتنا الكادر التدريسي الأحرار بكركوك، ونقول لهم عبد الله طالب وياكم نجحت؟ إيه؟ كل زين، كل صفقوا له صفقوا له صفقوا له صفقوا له عبد الله صفقوا له كل زين حبيب ان شاء الله هسه راح اشوف بالحلقه مالتنا ويا عمو ماجد قناه الايام خوش ان شاء الله. يلا حبيبي الله يحفظك سلمنا على الاهل. رجعنا وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا، وما زلنا بين ناسنا واحبابنا في جامع ومرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني. طبعا شفنا الناس، شفنا العوائل، شفنا اهلنا الطيبين اللي متواجدين هنا. ايضا ويانا الاخ الصيغ غضبان احمد من الكفاح. من الكفاح، شلونك سابق ابو من؟ ابو نور. ابو نور جاي تو الاهل؟ لا والله انا وابني. انت وين ابنك؟ وين؟ عمو جاي تصور كل زين، احنا جاي نصور ابوك جاي تصور. تعال هنا تمشي تمشي هنا نشوفك تمشي تعال هنا شو اسمه؟ كرار. تعال كرار شلونك حبيبي؟ تعال 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 الله يطول عمره. نجحت؟ اي والله الحمد لله. وين رحت؟ للاول. للاول من وداك؟ انت نجحت كل زين. زين هسه احنا شلونك عمو؟ صفقوا له نجح صفقوا له صفقوا له الكرار صفقوا له الكرار صفقوا له يدلل هو اليوم نجح اليوم نجح الله يخليه ان شاء الله. وين شو اسمه مدرسته؟ حمورابي. حمورابي طبعا تحياتنا الكادر التدريسي الحمورابي، وايضا المشكورين وزاره التربيه معالي السيد الوزير ويحفظ عراقنا وشعبنا وناسنا وان شاء الله قلب على قلب. واليوم احنا متواجدين. قول لي كل ايش قاعد تشوفون هنا بال ويا شغلنا؟ ويا شنو شغلك؟ والله عندي مكتب مال نقل. مال نقل وشلون الشغل زين؟ نعمة من الله الحمد لله نحمد الله ونشكره. اي والله من زمان تقريبا صار 30 سنة. وانت بعدك في الكفاح؟ اي اي بالكفاح. لا بيت اهلي بس انا طالع منه. تحياتنا للكفاح طبعا منطقة الكفاح كل مناطقنا ببغداد اللي تواجدون هنا ان شاء الله. ومرات تجيب الاهل ما تجيب الاهل؟ اي نجي يعني مناسبات هذا مناسبات كل زين كل زين كل قد تجون؟ والله مولد النبي نجي عليه افضل الصلاه والسلام على مود المجال وهذا تعرف استاذ. قول مولد النبي عاده تجي كل هذا العالم يعني زيارات. اي ما ابيها ما ابيها كلنا واحد ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله يعني يجون لزياره ال الحمد لله الشكر يجون ويترددون وهذا والطقوس مال الزياره كلها موجوده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عين بارده. الله يحفظ عراقنا وشعبنا وناسنا يحفظ قناتكم ويحفظ القناه ان شاء الله. الف تحيه طبعا احنا اليوم قناه الايام الفضائيه حبينا انه نسولف وياكم نسال عليكم نشرف بكم وانا حقيقه هاي الزيارات الحلوه والله يبارككم وخلف الكواليس الله يسلمك ممنونين مشكور حبيبي حبيبي مشكور استاذ الله يسلمك تحياتنا للعائله الكريمه تحياتنا للعائله الكريمه الله يسلمك. اذا العمو اذا مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام بالسلامه ان شاء الله موفقين الله يسلمك. حجينا تعال يما تعال 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 السلام عليكم سلام. الله يساعدهم ياسين الله يخليك كيفك؟ ابو من الاستاذ العزيز؟ انا ابو عمار. ابو عمار شلونك؟ الله يخليك جمهورنا الكريم مثل ما تشاهدون من قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا، ما زلنا طبعا في جامع ومرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني وعوائلنا الكريمة اللي متواجدين طبعا مثل ما تشاهدون. اليوم أيضا ويانا أبو عمار. أبو عمار أبو عمار أنت من جاي اليوم؟ والله أنا ونسيب هذا زوج بنتي. الله يخليك شلونك عمو؟ شلونك حبيبي تاج راسي؟ تعال تعال هنا تعال تعال هنا تعال هنا من يمي تعال من يمي تعال هنا تعال هنا هذا النسيب النسيب يقولون عزيز طبعا مو من الكبد من الكبد والله. شلونك حبيبي؟ شلونك شلون انت ماكو بنت الحجي؟ هذا ابنك؟ ابني شو اسمه؟ جود. جود جود من الماجود زين. وبعد ايش عندك؟ عباس. عباس الله يحفظك الله يحفظك. اثنين عندك بس اثنين؟ اثنين كل زين. ويا سنه تزوجت؟ بال 17 بال 17 وشلون كانت الاجواء مال الزواج؟ يعني سهلوا لك الامور؟ فلوس قليله هوايه لو عمل عم زين راسك لو زين؟ لا لا زين كل زين كل زين ان شاء الله بالتوفيق يا ربي بالتوفيق. دائما تجي على بيت عمك؟ اي دائما الله اذا يعني هاي الزيارات العائليه المتوافره طبعا يراد لها طبعا شكرا من الله سبحانه وتعالى. العلاقات الاجتماعيه طيبه التواصل التواصل الاجتماعي والمحبه طبعا اليوم يعني انا افرح من اشوف نسيب جاي جاي على عمه وجاي بزوجته وفرحان. وانت لما تروح لهم اكيد تسوي لا بالضبط احنا متبادلين الزيارات مقربين علينا ومتواجدين 24 ساعه الطقوس العائليه اللي سبحان الله هاي واصل صلة الرحم صلة الرحم وصلة القربة مو يعني اليوم مريودة هي هاي العادات والتقاليد ما نحن ماشيين عليها. والعراقيين أهل الكرم العراقيين أهل الطيبة العراقيين أهل المودة العراقيين أهل المحبة طبعا بل نعم. السيد المخرج يقول شوي نرجع أبو عمار دائما تجون هنا
والله بين فترات يعني. وين بيحصل؟ بالشهر احنا بالنعيريه. بالنعيريه. الف تحيه طبعا لمنطقه النعيريه وبغداد الجديده. اليوم من كل مناطقنا اللي ببغداد هاي الزيارات وهاي الطقوس الحلوه الناس تتردد عليها، وخاصه اليوم يعني احنا شفنا الاجواء الحلوه في جامع ومرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني. وابو عمار يقول انا جيت من النعيريه. نعم هسه ثواني تدللين هسه تؤمنين امر. اي ابو عمار والطقوس الحلوه تجون تجيبون اكلكم وياكم واجواءكم؟ والله هاي مرات تجيب اكلنا ويانا هنا نقعد سفره ونقعد نتعشى الجهال والعائله. الحمد لله. المركز يعني الشريف الطاهر. الحمد لله. وانت وين تشتغل كنت قبل؟ والله انا متقاعد. متقاعد زياده ارشد. والله عسكري. عسكري. الف تحياتنا طبعا للجيش العراقي وايضا للشرطه العراقيه والحشد الشعبي والبيشمركه وكل الاجهزه الامنيه على راسنا، والله يحفظ عراقنا وشعبنا ان شاء الله. معاناه العراقيين يا ابو عمار. اي والله. من وراء الكهرباء هسه خاف نحكي انه بنسيبك يسعد. لا 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 ما يسعد. احنا اليوم كل العراقيين محتاجين الكهرباء، كل العراقيين يقولون احنا اهل النفط، احنا اهل الخير مو؟ فنتمنى انه الكهرباء تصير معتدله. ومعاناه الكهرباء اليوم عشناها بتعب باذيه. بالضبط بالضبط. نتمنى الكهرباء تصير زين. الى متى تتهالى؟ هذا وقت مستعصي يعني. شلون مستعصي؟ مستعصي يعني هذا المره المسمى الكهرباء. لكن نتمنى من معالي السيد الوزير الكهرباء المحترم القائمين على وزاره الكهرباء انه ينظرون بعين العطف الابوي، لانه الناس تاذت الحاره الدنيا. الحياه كلها على الكهرباء. الكهرباء والشركات وهذه الصناعه وكلها. نتمنى ان شاء الله، وان شاء الله نقول الخير جاي يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا من وقتك. الله يحفظك. ممنونين ابو عمار. الله يسلمك. ممنون ممنون حبيبي. ممنون. شو اسمك انت؟ حبيبي ابو جود. ابو جود تاج راس. مشكور مشكور. مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. حجينا شو اسمه ابو محمد. ابو محمد انت من جهه من راشديه ما شاء الله. ان شاء الله. ودائما تترددون؟ والله ان شاء الله على الظروف. الظروف تسمح لنا نجي يعني. احنا دائما نجي هنا، مو بس هنا يوم الشيخ عبد القادر. نمشي على كل يعني تروحون الكاظم عليه السلام، كربلاء، كربلاء، النجف، معهوش يعني تروحون هاي الطقوس الحلوه. عشان نروح نزور موتانا. نعم 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 نعم. الحمد لله والشكر. تروحون هناك الامير المؤمنين. نعم اول ما نروح نزور علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاه والسلام ونرجع للموتى. تجون هنا الشيخ عبد القادر اليوم. نجي الشيخ عبد القادر. وكل قد اجواكم يعني كل قد تجون؟ والله قلت لك على الظروف. على الظروف. ان شاء الله. هاي الجمعه ان شاء الله. العائله الكريمه وياك. واكلكم وياكم مو؟ والله لا والله ما جيني. ليش اقول لك اكذب؟ ناخذ اكل منها من السوق. بس تجيبون اشياءكم وياكم يعني. ان شاء الله. تجون تجون احنا ساعتين ثلاثه جينا على عمو يعني على شويه شغله سريعه. سريعه. يكون قلنا عشان قدام منك ناخذ من السوق. شنو شغلك يا حجي؟ والله انا رجال متقاعد. متقاعد. وين كنت؟ كنت بالبلديات. بالبلديات. بلديه الراشديه. الحمد لله. والحمد لله. وين وليداتك؟ عندك وليدات؟ لا خير من الله، عندي خمسه. الله يحفظهم. شنو شغلهم؟ والله كسبة. كسبة. هاي يعني ما عندك يعني واحد؟ بس واحد موظف. موظف خليج. واحد من حشد. الله يحفظهم ان شاء الله، يحفظ حشدنا ويحفظ عراقنا ان شاء الله. يا رب. وانا انا سعيد هسه ملتقي وياك. الله يسلمك. والله العظيم شفت شاتك في التلفزيون بس هسه نقول الحمد لله والشكر من واجهتك وجه بوجه وبوسه. الله يسلمك. تحيات قناه الايام لك وللعائله الكريمه وان شاء الله الصحه والسلامه. مشكورين. سلمنا. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه ومثل ما تشاهدون وبرنامج ويا احبابنا نلتقي ويا ناسنا طيبين اللي هم متواجدين اليوم طبعا بجامع ومرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني. الاطفال اللي موجودين. عمو شنو اخبارك؟ تعالوا. شوفوا الاطفال ذول الحلوين. انتم جايين انتم اهلكم؟ كل زين كل زين. يلا تطلعوا تطلعوا سلموا سلموا. قولوا قناه الايام. فالدقيقة فالدقيقة. شكرا قناة الأيام. شكرا قناة. شكرا قناة الأيام. شكرا.
رجعنا وياكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا، وما زلنا في جامع ومرقد شيخ عبد القادر الجيلاني، وأيضا عوائلنا وناسنا الطيبين اللي موجودين طبعا ما شاء الله عليهم. نلتقي بالأخ العزيز أبو من؟ أبو إسماعيل. أبو إسماعيل شلونك؟ الله يخليك. شلون كيفك؟ احنا قناة الأيام الفضائية اليوم جينا وشفناك ما شاء الله أنت والعائلة والإخوان جايين لهذا المكان. حقيقة شفنا الأوائل ما شاء الله هواية دائما تجون هنا أبو إسماعيل. كل فترة نجي له جاي يزور الشيخ عبد القادر الجيلاني. نعم زين، أكلكم وياكم إن شاء الله. كنا ويانا ما شاء الله يمن نجي اللي جاي شيخ عبد القادر الجيلاني واحد يزور يرتاح. نفسيا ترتاحون والاجواء الحلوه والعوائل العراقيين ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. اريد ربي يعني يحفظكم يحفظ عراقنا وشعبنا وناسنا الطيبين. من يابو كان ابو اسماعيل بغداد؟ والله جيد انا من منطقه السريدات قريب سيطرة الشعب. بالشعب هناك ما شاء الله. اي والله. وشلون هناك منطقتكم؟ لا لا خير من الله. الكهرباء شلون هي؟ لا لا خير من الله. كل شيء كل شيء. اي ساعتين بساعتين. ساعتين، وانت وين تشتغل انت هناك يا ابو اسماعيل؟ والله انا عندي سياره كي اشتغل بها. الحمد لله. تحياتنا طبعا لاهل السيارات اهل الكيات، اللهم رب يحفظهم ويعلي مقامهم. واليوم ايضا المردود المادي لربما للعائله العراقيه اذا كان الراتب قليل من نشوف بعده بالكي يعني عنده بالعائله قلنا شوي يصير. لا 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله عايشين بالعلاقه والهذا. انتم لا طالعه طالعه الحمد لله. وانتم بالكي تاخذ بها شنو الحمضيات فواكهكم بستان؟ لا لا قد خط مع الموظفين. خط كي من هاي من العبرية العبرية. انا رحت عبالي عبالي مال هاسمه. لا 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 مع تحياتنا ولكل الناس وكل الطيبين اللي موجودين، وايضا تحياتنا للسريدات وايضا منطقة الشعب. كم واحد انتم بالبيت ابو اسماعيل؟ كم واحد بالبيت؟ والله انا وجهالي خير. وهذا ابنك الله يخليه؟ لا لا هذول ولد عمي. ولد عمك سلام عليكم. اسم بالخير. ابو علي. ابو علي عبد الودود. جيت ويا ابن عمك اليوم؟ ايوه ويا ابن عمي. الحمد لله. تم من يا منطقه؟ من المدائن. من المدائن طبعا. انت شوف كل المناطق وكل مناطق اللي ببغداد يترددون على هاي المناطق الحلوه والمناطق ايضا اللي تحس بيها اجواء عائليه. والله اجواء حلوه وعائليه. ويجون هنا زيارة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، والله هم احفظ العراق وشعبه وارحم شهدائنا يا الله. امين يا رب. هاي هاي احنا اهم شيء هاي الاجواء الحلوه. الاجواء وقلب على قلب الناس. الفرحه اهم شيء هاي الناس الحلوه. اي نعم. اي والله. نعم. ابتسامه حلوه. ابتسامه حلوه. اللهم ربي يعني يحفظ شعبنا ويحفظ العراق وشعبنا الشهداء العراق. اي والله وقلب على قلب ان شاء الله. واليوم ما شاء الله من يجون الجامع ومرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني اليوم ما شاء الله يعني العراقيين اللي تشوفهم من كل محافظات العراق. من كل محافظات من الموصل. من الموصل. من البصره. من البصره. من كل المحافظات. من مدينه الصدر. من الكاظميه ما شاء الله الكل يجون. لا كل 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 ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله موفقين موفقين. ابو علاء ومو ابو ابو علي ابو علي شنو شغلك؟ والله اشتغل بشركات مال سبانيت وكل كل بالكهربائيات. اي بالكهربائيات. كهربائيات زين عندكم؟ لا الحمد لله. كافتهم مطفين السبالت. لا بالمدائن الحمد لله. بالمدائن كل زين. تحياتنا طبعا للمدائن والمناطق اللي ببغداد. اليوم ما شاء الله احنا نشوف طبعا هاي العوائل اليوم اللي ترددون ما شاء الله حتى اكلهم وياهم. ايه مكان هناك مكان يعني وخاصه بالجمعه العطله. وبالجمعه عطله الناس تطلع هي خاصه الخميس والجمعه. كل من هذا يروح القرايب هذا القرايب هذا يروح الزيارات يطلعون يطلعون زيارات مكان مثل مزارع ما مزارع سفر السفر. نعم 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 الناس اللي تروح للكاظم عليه السلام يروح للشيخ عبد القادر الشيخ عبد القادر حنيفه الموسى الكاظم عليه السلام كربلاء للحسين عليه السلام عباس سلام عليكم جنة العظيم. اي والله اي والله اي والله اي والله اي والله شيخنا تعال خلينا نحكي وياك. سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام عليكم. الاسم بالخير. ابو يوسف. ابو يوسف عز الدين. ابو يوسف طبعا مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا قاعد نلتقي ويا ناسنا واحبابنا من كل مناطق العراق. اليوم احنا في مرقد وجامع الشيخ عبد الجيلاني طبعا ما شاء الله الناس نشوفها فرحانه.
فرحانه الناس ما شاء الله فرحانه. اي والله اي والله. يعني احنا قناه الايام الفضائيه يوميا نروح البكار، احنا اللي كانوا عليه السلام وشفنا الناس ما شاء الله، الناس تجي من كل انحاء العالم كل العالم. احنا لابو حنيفه هناك ما شاء الله والناس كلها تجي العظميه من كل مناطق العالم. اي والله الحمد لله، بلد العراق هو بلد الانبياء والاولياء. اللهم صل على محمد وعلى ان كانت بغداد بعد هي عاصمه الاولياء. امنت بالله. اي الحمد لله بها سيدنا الامام موسى الكاظم عليه السلام. نعم نعم. وجدنا سيدنا الشيخ عبد القادر القيلاني قدس الله سره. نعم نعم. وسري السقطي وجنيد البغدادي وكثير من الاولياء الصالحين. هاي العوائل اللي تتردد ابو يوسف مو ابو. نعم ابو نعم. هاي العوائل اللي تتردد ما شاء الله، انه شو هاي الطقوس الحلوه اللي الله سبحانه وتعالى يعني لم شمل العراقيين. اليوم طبعا. اليوم انا فرحان اجي اشوف اخوان العراقيين وعوائلنا فرحانين بترددون على هاي المناطق، وايضا من تروح غير بكان نشوف الناس اللي احنا طبعا العراقيين هالكرم والمضيف والملقى، لذلك يجونا من كل بلدان العالم خطار. يعني يجون احنا شفنا الهنود اللي يجونا، الباكستانيين يجونا، اللبنانيين يجونا، الاتراك يجونا، الخليج يجونا، من كل مكان ما شاء الله. كل العراقيين الناس يعني طبعا احنا العراقيين بلد كريم كريم وبلد ملقى مسامح. أيوة. واهل ملقى والخيرات والحمد لله. يعني مثل ما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا البلد ما يجي بيه ابد خير قائم حتى قيام الساعه. سبحان الله الحمد لله والشكر. بلد الاولياء والاوصياء، بلد سيدنا الامام علي عليه السلام، بلد سيدنا الامام موسى الكاظم عليه السلام، بلد سيدنا الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهم السلام. لذلك احنا نشوف ما شاء الله الناس اللي قاعد تجي واللي قاعد تتردد من كل مناطق بالمحافظات، يجون من كردستان العراق، يجون من الموصل، من البصرة، انا التقيت جماعة من الموصل، من اهلنا وناسنا، تحياتنا للموصل، من الكركوك، من الشمال، من التكريت، تحياتنا التكريت واهلنا، تحياتنا للرمادي، للبصرة، من الكركوك ايضا. الحمد لله رغم الاوضاع جاي تصير، رغم الاوضاع جاي تصير، بس احنا بلد ان شاء الله زالين هاي. الحمد لله الحمد لله، احنا عائلة واحدة تحت راية وحده تحت العالم العراق العراق وفوقها كلمة الله هو أكبر. الحمد لله شكرا. ما لنا على قبائل، الله يحفظ الجميع إن شاء الله. نسأل الله بهذا اليوم ومن مرقى سيدنا الشيخ عبد القادر القيلاني أن يرفع هذه الغمة عن هاي الأمة، وأن يحفظ العراق ومراجعنا الكرام، وأن يحفظ جميع العراقيين يا رب. واللهم ارحم شهداء العراق وشاف الجرحى يا رب العالمين يا الله. احنا ابو يوسف احنا قناة الأيام فرحانين بوجودنا وياكم وسعداء، ونلقي التحيات وسلام قناة الأيام يا سباقة بهذه الأمور. الله يسلمك. جزاك الله الخير وتوضع الابتسام على كل العراقيين. الله يسلمك. الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والسلامة ويحفظكم ويحفظ عراقنا وشعبنا وممنونين من عندك. سلمك يبارك جزيل الشكر. ممنونين ممنونين. خذنا من وقتك مو؟ يقول إيه خذنا من على عبالك اللي قلنا بقلنا بشهرنا. الوقت هذا مو من وقتنا. الوقت كنا لكم. ويانا اخونا ابو من؟ انا حيدر. حيدر شلونك عيني؟ الله يحفظك. انت اليوم جاي هنا انت يمن؟ انا واصدقائي. انت وين يا ابو كان؟ انا بالمحموديه. تحياتنا للمحموديه طبعا، المحموديه الف تحيه لهم وكل ناسنا وعنا طبعا اللي موجودين بالمحموديه. بالمحموديه قد تبعد من هنا؟ نص ساعه مو والله ساعه ونص. ساعه ونص؟ اي حسب الازدحامات. محموديه ساعه ونص؟ نعم الازدحامات يعني. لا تروح للبصرة 13 ساعة ازدحامات بعد تقافلة والله. أنا أروح لك أنا أصل بالهذا. اليوم أنت أصدقائك وين أصدقائك وياك؟ والله هم جوا قاعد يسولون زين. شنو شغلك؟ عسكري. ألف تحية طبعا جيشنا الرائع، جيشنا قواتنا المسلحة والشرطة الاتحادية، ألف تحية لهم، وأيضا الحشد الشعبي والبيش مرقة، وأيضا تحياتنا لكل الأجهزة الأمنية. زين أنت وهي أصدقائك كلهم اللي جيت هنا من الصبح جيت والعصر؟ لا والله جينا من الساعة 4 على مود غيرون جو. نعم الحمد لله. شلون الأجواء شفتها؟ والله زين الحمد لله. شو تحب تقول للعراقيين الله يحفظهم إن شاء الله يقلب على قلوب الله ربي إن شاء الله الله يتمم علينا وعلى العراقيين ويحفظنا. نعم. ويحفظهم إن شاء الله ويحفظ الجيش العراقي والقوات الأمنية إن شاء الله. إن شاء الله الجميع ويحفظ المرور ما جبنا طال المرور. تحياتنا للمرور، تحياتنا للدفاع المدني.
تدللين يمه هسه خدمتك هسه تؤمنين امر مو من ابو فاطمه عيني ابو فاطمه شلونك عيني دير وجهك سيد المخرج يقول دير وجهك ابو فاطمه تمام جاي انا وعائلتي والله لا تلف دقيقه انت وعائلتك اي والله مين جايين يا منطقه الزعفرانيه تحياتنا للزعفرانيه طبعا جمهورنا الكريم ما شاء الله كل عوائلنا المتواجدين واحنا برنامج وياهن في كل مناطقنا ببغداد اجوا هنا لهذا الموقع الرائع اللي هو جامع ومرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني الناس اللي قاعد تجي هنا اجيتوا انتم اكلكم وشربكم ما شاء الله مو الحمد لله الحمد لله شلون الاجواء ما شاء الله نعم اليوم امشي الامان موجود الحمد لله الامان الحمد لله والشكر نعمه شو تحب توصل ابو من اسمه ابو فاطمه ابو فاطمه شو تحب توصل رساله لجمهورنا ناسنا شعبنا الله يحفظهم قلب على قلب وصل العراق والعراقيين يا رب العالمين اجمعين احفظ العراقيين كل جميع يا الله يا الله احفظ عراقنا وشعبنا وناسنا زين ابو فاطمه شو شغلك موظف وين بابو كان وزارة الصناعة تحياتنا لوزارة الصناعة، ايش فيها وزارة الصناعة؟ الحمد لله خير خير من الله ايوه خير من الله ما شاء الله بلي عمي احنا بوزارة الصناعة شو تريد؟ يلا لو دب العجل صور 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 لا تروح خلينا نشوف هذا الطفل ناخذ وياه صورة يلا يلا نصور ولك صور شهرتنا يلا 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 إذن مشكور أبو فاطمة يا ربي يحفظك وإحنا قناة الأيام الفضائية حبينا ننقل وقائع ما موجود داخل جامع ومرقد شيخ عبد القادر الجيلاني والناس اللي متواجدين هنا ألف تحية لك من قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا الله يحفظك ويحفظ عائلتك إن شاء الله وترجع بالسلامة إن شاء الله تحياتنا لك الله يحفظك تعالي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو من أنا أبو عمر أبو عمر شلونك شلون كيفك على عموري لا هذا مؤيد مؤيد شلونك مؤيد النمره غلط يمكن مؤيد شو طاف الباتري هو طاف هذا الشحن ما بي ابو مؤيد شلونك شلون الحمد لله الله يسلمك وين انت ابو عمر ابو مؤيد ابو عمر ابو مؤيد ابو عمر شنو شغلك؟ انا اللباخ لباخ تحياتنا طبعا للخلفات واللباخين والايادي العامله والله يحفظهم ان شاء الله من خلال شاشه قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا ما زلنا طبعاً مستمرين وياكم تغطية خاصة اليوم بهذا المكان اللي هو طبعاً الجامع ومرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني وأبو عمر أبو عمر صار كتشمم من الجيل اليوم جي وين الأهل؟ أبو ديالة أبو ديالة تحياتنا لديالة وأهل ديالة يقول الديالة مشهورة بها البرتقال البرتقال والرمان وشلون البرتقال رخيص؟ زين هي وسط يعني وسط وسط والاسعار هناك يمكن مو مثل بغداد هناك ارخص؟ اي ارخص الاهل الاهل جيتوا كلهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اريد ربي يحفظك ويحفظ عراقنا ويحفظ شعبنا شو تحب تقول للعراقيين من خلال شاشه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا اليوم برنامجنا ويا احبابنا ويا ناسنا اليوم احنا وياك يا ابو عمر والعوائل الكريمه اللي متواجدين هنا شو تحب؟ نتمنى من الله يحفظ العراق والعراقيين ويديم الأمان يا الله هاي ويحفظ شعبنا وإن شاء الله قلب على قلب إيه وإن شاء الله يصير خير إن شاء الله هالأيام المقبلة إن شاء الله يا الله يا الله يا الله إن شاء الله الخير إن شاء الله خير ممنونين من عندك الخير جاي إن شاء الله والله يحفظك ويحفظ عائلتك وترجع بالسلامة وتحياتنا لأهل ديالة أشكرك وسلامنا للعائلة الكريمة تحياتنا لكم إن شاء الله من برنامج ويا أحبابنا من قناة الأيام الفضائية ممنون من عندك ممنون ممنون زلنا متواصلين من موقع جامع شيخ عبد القادر الجيلاني طبعا والمرقد مالته اليوم احنا طبعا شوف كرم العراقيين واحنا قاعد نصور اجتنا عراقيه قالت لي عيني ابو ياسين لك للقادر ما شاء الله الكرم موجود بكل يعني بيوتنا العراقيه اللهم رحمه تدللون اك عمو تعال بدي هناك لانك تروح هناك للدوم ويخلص اللقاء لك تمشي بدي لا تمشي ولك لا لا اها لك تعال ودي هناك
خلي لك انت منك خمس لقاح حتى ناكلها ناكلها للدومه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الاسم بخير؟ عمار. عمار من يابو كان بغداد العظميه. تحياتنا للعظميه وللعظميه طبعا. واليوم احنا سعداء بوجودنا يعني مع ناسنا واهلنا وبرنامج ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه. شو اسمه ولدك؟ حاتم. حاتم ابو حاتم انت ولا هل جايين؟ انا ولا علي. انت ولا دائما تترددون هنا على الموقع؟ دائما يعني اي شيخ عبد القادر يعني تدري. الحمد لله طقوس حلوه هاي الاجواء الحلوه والعراقيين الكرام واهل طيبه ومعروفين ما شاء الله. أكيد. والناس اللي قاعد تيجي من كل مناطق بغداد ومن كل العراق ويجون من خارج العراق ما شاء الله. وشفنا شفنا الهنود شفنا الباكستانيين شفنا ما شاء الله الخليجيين يعني الناس قاعد تجي يعني تتردد ما شاء الله عين البارده. ابو حاتم انت من جيت هنا انا جبت اكلكم وياكم مو لهم وكل جيت تجون كل جيت شهر شهرين ما شاء الله على الاجواء هاي الحلوه. اي اجواء ايش تحب تقدم رساله؟ الله يحفظ شعبنا وناسنا وعراقنا. اقدم رساله لشعب العراق اللهم رب عمره وان شاء الله قلب على قلب الامن والامان. آمين. ان شاء الله ماكو فارق احنا بكل الشعب العراقي. اللهم امين يا رب. يا ايوه الاطياف كلها ان شاء الله قوه متقاومين ان شاء الله دوم ان شاء الله. انت شنو شغلك ابو حاتم؟ اني رجل اعمال. رجل اعمال يعني باختصاص لو هيك يعني بالتجاره. تجاره تجاره. الله يحفظك ويعلي مقامك وتحياتنا لناسنا واحبابنا بالعظميه وكل مناطق بغداد نخليهم على راسنا وكل علاقنا ان شاء الله. الف تحيه لك ومن ابو بلال جاي وياك. ابو بلال شلونك عين؟ شلون الصحه؟ فرصه سعيده. انا حكينا ويا ابو حاتم. انت من العظميه؟ انا من صلاح الدين المبروعي. الله اهلا وسهلا. الف تحيه لصلاح الدين وناسنا وشعبنا ونقلهم يا رب ان شاء الله صحه وسلامه وتحقيق كل الامنيات لكم وكل محافظات العراق كردستان العراق طبعا لا ننسى البصره العمار الكوت كركوك الرمادي وايضا صلاح الدين تكريت تحياتنا لهم وعوائلهم ونقولهم من قناه الايام 100 تل بيكم. اليوم احنا اجواء هاي الحلوه. ابو بلال جيت من المحافظه من اكل المحافظه اللي هنا متعلم. الله انت بالعائله الكريمه. انا بالعائله الكريمه. وجيت مريت على ابو على على, على ابو حاتم. مريت على ابو حاتم كان زور على الشيخ عبد الغني. يا 100 تل بيك و100 تل بالعائله الكريمه وانت اليوم بمرسلك واحبابك وماكو الفرق ان شاء الله بين بغداد وتكريت والعماره والبصره والكل على قيدتنا على راسنا. ان شاء الله ايد واحده. شو تحب توصل له رساله للناس الطيبين للعراق لشعبنا على قلب على قلب ان شاء الله الامن والامان. والله ان شاء الله الامن والامان وماكو فتنه بيناتنا ويحفظ العراق كله. اللهم ربي يحفظك ويحفظ عائلتك ويحفظ صلاح الدين وكل محافظات العراق وايضا لا ننسى ايضا الغربيه الرمادي الكل الكل الفا والزاخو قولتك وايضا الفلات الاوسط كل المحافظات ان شاء الله. اعزائي المشاهدين مثل ما تشاهدون اليوم احنا ما شاء الله شوف هذه اللمه الحلوه لمه العراقيين ونشوف الكرم والطيبه والملقى وهذا يقول تعال تعيش هنا يمنا وهذا يقول تفضلوا يمنا. اليوم انت ابو 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 بلال يعني الكرم مال العراقيين من زمان. ايه من زمان يعني احنا مرات نروح من نسافر بالخارج احنا الكرم بس العراقي. الله من نشوف 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 عراق وقال لك 100 هذا تفضل تفضل بالمطعم ولا مو بدون 1000 هذا 100 هذا كله والله بالجمله. الجمله اليوم الكرم والتقدير والاحترام والملقى الحلو العراقيين معروفين بذاك الوقت. ايه والله والنعم والله والنعم. وانت وعائلتك كم جيت راح تباتوا هنا؟ عائلتي ومبات هنا اليوم ان شاء الله. يم ابو حاتم لو هنا لا مرقد الشيخ عبد الغالي هناك ولا متعنين من غادر لهنا بالعافيه وموفقين ان شاء الله. اذا جمهورنا الكريم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وايضا ويانا يما يما شنو حبيب شو اسمه؟ ها؟ شو اسمه؟ دعاء شلونك؟ زين ابو دعاء شلونك حبيبي شلون الصحه؟ انت يوم جاي ابو دعاء؟ ها؟ انت يوم جاي؟ ويا اللي اسمع عائله. ويا العائله كل عام يا ربي ان شاء الله صحه وسلامه لك ولعائلتك الكريمه وجيت بهاي الاجواء اليوم موجودين. خذ خذ صور خذ صور ابو بلال ابو حاتم ابو دعاء انت انت يوم جاي؟ ها؟ ويا ويا اللي اسمع عائله. ويا العائله منين جيت من يابو كان؟ ها؟ من اسمه هذا اسمه هذا هذا اسمه بخانقين. خانقين طبعا تحياتنا الخانقين وايضا شمال العراق تحياتنا كل خانقين والدياله وايضا ابو دعاء جاء من خانقين اليوم المرقد والشيخ عبد القادر الجلال. تعال تعال يابا تعال شرف شيخنا تعال. وين ابن عمك؟ تعال. السلام عليكم.
سلام عليكم يا مية الأخ. سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو فادي إن شاء الله. أبو فادي. أبو فادي. طبعاً جمهورنا الكريم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج برنامجنا ويا أحبابنا. أبو فادي. حبيبي. من يا مكان. عن ندياله إن شاء الله. ألف تحية لدياله وأهل دياله. هذا فادي شلع فادي. هذا هذا كبير فادي. هو أكبر واحد عندي. شو سألك من زوج؟ والله لا وين من 2014. بس بعدك اكبر من عندك؟ ما مستعجل. لا على كيفك. الحمد لله الحمد لله. كم عندك اكبر؟ بس هذا عندك بس لا عندي بعد سراج الدين ان شاء الله. الله يخليك يا رب يسلمك. الله يحفظك ان شاء الله. يحفظك الله عيونك ابو فادي. والله هي حاليا سايق باص. سايق باص الحمد لله. رزق على الله. الحمد لله. اليوم جاي انت والاهل؟ والله جاي انا والاهل شويه نغير جو ومن نزور حضره الشيخ قدس الله سره. الحمد لله. هاي الاجواء اللي موجوده هنا الحمد لله. الحمد لله فرحنا والله فرحنا اليوم. يعني تصورت انه الوضع يعني العالم ما تطلع لكن من جينا شفنا الوضع والعالم مزدحم. اللهم نسال الله ان يعم الامن والامان للعراقيين. الله يحفظ عراقنا وشعبنا فالجاخو للجمال الكردستان العراق. اليوم احنا حقيقة المفادي نرتاح من نشوف عوائلنا وناسنا الطيبة موجودة هنا. اللهم لك الحمد. ونجوم من كل المحافظات. هذا الشيء اللي يفرح واللي يوحد العالم ويوحد الشعب العراقي. الحمد. وهذا الشيء اللي فرحنا ان همينا على مود يعني تعرف احنا كسواق باصات ننقل الزوار ننقل العبرية والحمد لله. واحنا مقبلين على شهر محرم الحرام. طبعا اجواء محرم عندكم هناك بالاسم بالخانة عندكم هم طبخ والاكل والهذا كله متواجد ان شاء الله. حسينية مال الحسين عليه السلام. مواكب نعم. ان شاء الله بعد منا 6 ايام تقريبا تنصب المواكب على الطرق. وتكون استقبال الزائرين. نعم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. موفق. يا رب. موفق. يا رب. يا رب. الله يحفظ فرصة سعيدة اللي شفناك فيها. ويحفظ شعبنا. حبيبي. ابو فادي. عيون. حبيبي من مني من الله يطيب. الله يسلمك. منون بالسلامة للشرف. تاج السلام عليكم. أبو الله يسلمك. أنا أبو عبد الله من السليمانية. أبو عبد الله من السليمانية تحياتنا لكردستان العراق. ألف تحية طبعا لكردستان العراق. أيضا إجوانا طبعا شفنا من كل محافظات العراق يعني من الخانقين من ديالى من كركوك من الموصل. أنت بالحقيقة أحلى من التصوير. الله يسلمك. أنا بعينك حلو. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. بارك الله فيك. أبو من؟ أبو عبد الله. أبو عبد الله وين وين شغلك؟ أنا بسليمانية، سكني بسليمانية، شغل بسليمانية. يعني شنو شغلك؟ أنا مهندس ميكاني. تحياتنا لكل مهندسي العراق طبعاً، وأيضاً تحياتنا لكردستان العراق، أربيل، سليمانية، ودوك. حبينا نسلم عليك. وإن الشرف إحنا قناة الأيام الفضائية، حبينا نسلم عليك ونقل تحيات القناة والقائمين على القناة. تفضل يمنا. ممنون يا حبيبي. والله. الله يسلمك، جيت الأجواء أيضاً لما والله أنا اليوم وصلت للسليمانية. إي أنا والأهل ودائماً تجون هنا. أبو غيد أخويا هم. أبو غيد وين أبو غيد؟ السلام عليكم. أبو غيد سلام عليك. تفضل. تفضل. حبيبي. الله يسلمك. يا الصحاب. يحفظك الله. من السليمانية. باسك لك اليوم أبو غيد. لا لا أنت قلت لي هذا شو اسمه؟ كردي. خليك على راسي. طبعا أبو غيد أيضاً من السليمانية مو؟ لا لا أنا من بغداد. من بغداد. من بغداد وين بيبقى؟ راجع يعني بالعظمية. بالعظمية تحياتنا للعظمية ومن بغداد والعاصمة الحبيبة وأيضاً احنا نشوف جمهورنا الكريم. مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. اليوم أحبابنا وأهلنا وناسنا طيبين في جامع ومرقد الشيخ عبد مثل ما تشوفون الناس ما شاء الله فرحانة بهاي الطقوس الحلوة والأجواء العائلية الحلوة وقاعد يجون من كل المحافظات ما شاء الله. يعني احنا صورنا بالكاظم عليه السلام وشفنا الناس كلها قاعد تجي من كل المحافظات ومن الخارج ومن هذا وأيضا رحنا هناك بالعظمية أبو حنيفة ما شاء الله الناس قاعد تجي. واليوم احنا السلام عليكم شلونك؟ بخير فمكشي. لا لا بالسلامة بالسلامة. عم انت شو جاي تقول شو؟ لا انا بالسلامة بالسلامة. شلونك عمو؟ شلونك حبيبي؟ شو اسمك؟ عمار. عمار شو اسمك؟ عمار عمار حبيبي. عمار انت وين بيتصف؟ شارش. نجحت؟ ايه. وين بيتكم؟ بغداد. حبيبي يلا خذ لنا صورة خذ لنا صورة. يا بعد راح اوقع الجهاز استاذ محمد خذ لنا صورة. هذا شهرنا. ابو ابو من؟ ها؟ ابو من؟ اسمه؟ هذا دعاء. ابو دعاء يلا. حجي حجي شلون شلون صحة؟ الله يحفظك. شلونك؟ ام عمر مو؟ اي ام عمر. يا مية اول كبير مالتي شلونك؟ لا هذا حفيدي. الوشماني. هذا الوشماني. دعين عين على الكاميرا؟ عين على الكاميرا. ام عمر من يا بكر؟ العظمية. تحياتنا للعظمية والف الف تحية لكل مناطقنا ببغداد العاصمة الحبيبة وكل محافظات العراق. اليوم انتم هنا الشيخ الشيخ عبد القادر. زين ما شاء الله دائما تجون هنا؟ اي بين جمعة وجمعة. انا ما تصادف كل جمعة نجي. ما شاء الله ما شاء الله.
اليوم اللمه هاي الحلوه العراقيه الناس الله يحفظ عراقنا وشعبنا يا ربي امين ويبعد كل دربك لتعبر تعالنا هذا عمول هنا اذا مشاهدينا الاعزاء شو اسمه ام محمد تقول احنا هاي الاجواء الحلوه العراقيه اللمه العراقيه الحلوه وبرنامج ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه ننقل تحياتنا وتحيات القناة لشعبنا وإن شاء الله قلب على قلب. قلب آمين يا ربي. اللهم صل على محمد. شو تحبين تقولين للعراقيين يعني؟ يا ربي الله يحفظ العراقيين. أيوة والله. والشعب إن شاء الله. إن شاء الله. يحفظنا من كل ما تروح. آمين آمين آمين, 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 آمين 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 يا رب آمين آمين. تحياتنا للعظمية والعائلة الكريمة ونشأت والأهل. السلام عليكم. هذا محمد. أيوة هذا محمد. محمد شلونك عيني؟ تعال نسوي أكل تعال السلام عليكم. تعال يا عيني. تعال. منا لا منا هاي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شلون كيفك؟ ان شاء الله بخير. والله بخير. هاي الوالدة هاي امي. هاي امك الله يخليها خيمه عليك ان شاء الله ويعطيها الصحه والعافيه. تعال محمد تعال وكل عمود جديد وكل خلينا نشوف. داير بالك على الوالدة؟ طبعا على عيني وراسي خالها. خليها بعيونك طبعا. شوف ترى من بعد الله سبحانه وتعالى من بعد ربك الوالد والوالدة ولا تقول لهم ما اوفوا. مو اريد ربي يحفظك واول يخليها خيمه عليكم. اشكرك. زوجتك تحبها؟ هاي امي. لا ادري 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 اذا اقول لك زوجتك تحب الامي ايش تقول لي؟ اقول لك زوجتك تقول لي هاي امك ما اعرف انا. عمر ابنك الله يخليك حبيبي هشومي. لا عمو شلون؟ زين ابو الكبير عمر له اسمه هاشم الكبير. هاشم بياسر السادس ما شاء الله نجح. اي نجح. نجح واموري عمر بالخامس. ما شاء الله عندك بنات ما شاء الله. هاي النوته شو اسمها؟ زمرد. زمرد شلونك؟ طبعا احنا قناه الايام الفضائيه. زمرد حبيبتي يما بدي الله يحفظها ان شاء الله نتشرف. قول لي شنو شغلك انت؟ انا اشتغل قصاب. قصاب كل زين يعني شاش يا قصاب. الله يحفظ القصابين ان شاء الله. عندنا قصاب بالمنطقه مالتنا ابو عقيل تحياتنا له. ام فد قصاب والله راقي هو وعقيل ابنه. اي والله يعني ذاك اللحم المحترم وذاك القصاب الحلوه. انت وين بالعظميه مقصاب؟ بالعظميه طبعا. وين بالسفينه؟ لا بالسوق مال العظميه سوق الشيوخ. سوق الشيوخ. كل زين كل زين. تحياتنا للعظميه وناسنا الطيبين سلامنا لهم من قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا وممنون على بيك. الله يحفظك يا مولانا محمد. شرف معنا مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. ما زلنا مستمرين وياكم تغطيه خاصه طبعا بهاي الحلقه اللي هي ويا احبابنا. اليوم طبعا ايضا نلتقي مع اخونا وحبيبنا ابو من ابو نصر. ابو نصر شلونك؟ شلون كيفك؟ وين من النيابه كان ابو نصر؟ تحياتنا للدوره واهل الدوره وكل مناطقنا ببغداد والعاصمه الحبيبه طبعا وايضا في كل محافظات العراق. تحياتنا اليوم ما شاء الله ابو نصر. وين تخليه؟ خلي تاخذه عشان خليه حتى نقدر نسولف وياه. هسه بيدل اشياك هسه انت. الله ابنك شو اسمه؟ حبيبتك. الله يخليه. نصر الكبير مو؟ ان شاء الله. نصر كم واحد عندك في البيت الله يحفظهم؟ اربعه. الله يحفظهم. ونصر شنو شغله؟ والله نصر موقوف من الجو. ان شاء الله. اللهم يفرج عليه ويطلع ان شاء الله بالسلامه وعلى كل المساجين الله يفرج عليهم ان شاء الله. وان شاء الله يوم واليوم ان شاء الله يصدر العفو العام ان شاء الله يفرح العراقيين يا ربي. يفرح عراقنا وشعبنا ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله الفرج قريب يا ربي ان شاء الله. والله يحفظك ويخلي خيم على العالم. ان شاء الله العراقيين كلهم امين يا ربي. شو تحب توصل رساله للعراقيين؟ الله يحفظهم ان شاء الله. قلب واحد. قلب واحد والله. اللهم امين. تذكر فعلا هالكرم هالكرم وهالطيب ومعروفين العراقيين بالكرم والطيب والملقى وهالنقوه. اي والله. وهسه شوف ما شاء الله الملقى الحلو للعراقيين. هذا يقول تعال تعشوا هاي يقول تفضلوا يمنا. اليوم ما شاء الله وهذا اجواءنا ما شاء الله. اي والله هاي العراقيين بالكرم والله. شنو شغلك ابو نصر؟ والله قاعد هسه متقاعد. وين شفت قبل؟ بيا دائره؟ شفت الفرق ومقاولات. تحياتنا طبعا مال مقاولات ما شاء الله. اي طبعا هذول البناء ما بناء طبعا. اي وال انتم كعائله بالبيت كم نفر؟ ثمانيه. اللهم صل على محمد وعلى الله يحفظك ويحفظك ما شاء الله. انت والحجيه والعائله وليداتك الله يحفظهم. اللهم ربي يحفظهم ان شاء الله. شلونكم المصرف زين يعني وياه وياه؟ العلاقه طالعه ان شاء الله طالعه والعيشه بس واحد الله يستر عليه ويشفيه. الحمد لله الحمد لله. الله موجود. الحمد لله. ابو خيمه الزرقاء موجود. الحمد لله. هو مقسم الارزاق ان شاء الله. ما يضيع
ان شاء الله فعلا فعلا يتمسك الله ما يضيع. ايوه 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 والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هنيئا لك طبعا اللهم ربي يحفظك ويعلي مقامك ان شاء الله ربي يفرج عن وليدك وعن كل المساجين واللهم ربي ان شاء الله يصير عفو عام وان شاء الله يفرح العراقيين اللي المظلوم اللي يحس انه المظلومين اللهم ربي يفرج عنهم يا ربي يفرج عنا كل اللي المحتاجين وان شاء الله فرصه سعيده اننا وصلنا الى مسك الختام. نشكر اخونا وحبيبنا ابو ناصر. نشكرك فرصه سعيده ان شاء الله وتوصل بالسلامه. تحياتنا للدوره واهل الدوره وكل ناسنا الطيبين وكل عراقية نتشرف. اذا جمهورنا الكريم وصلنا الى مسك الختام. نتمنى هاي الحلقه قد نالت رضاكم. انتظرونا وحلقات قادمه من برنامج ويا احبابنا عيني من قناه الايام الفضائيه. شكرا جزيلا. مع السلامه. مع السلامه. استاذ مع السلامه.